الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية شراء الورد في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في منامه أنه يقوم بشراء الورد علامة على بحثه عن المتعة والرفاهية في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الشاب أنه يقوم بشراء كليل الورد في المنام إشارة إلى الأفراح القادمة له، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تشتري الورد في المنام علامة على البهجة والسرور الذي تشعر به في تلك الفترة. رؤية شراء الورد وإهدائه في المنام للعزباء علامة على الثناء والشكر للمحيطين بها. رؤية المتزوجة أنها تمسك بشوك الورد علامة على المشاكل الزوجية التي تصل إلى حد الطلاق. رؤية الرجل أنه يجلس على شوك الورد في المنام داخل حديقته علامة على طلبه العون والمساعدة. رؤية الفتاة العزباء أنها تنتزع شوك من الورد في المنام علامة على شخصيتها القوية وخوفها على مستقبلها. شوك الورد في المنام والتخلص منه علامة على انتهاء الهموم والأحزان التي كان يعاني منها صاحب الرؤية. من يرى في المنام أنه يشم الورد في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية. حلم الرجل أنه يقوم بشم الورد في المنام علامة على الأهداف والطموحات التي يصل إليها. رؤية الشخص أنه يقوم بشم الورد في المنام إشارة إلى تغيير الأحداث إلى الأفضل. الفتاة العزباء الذي تشم الورد في المنام إشارة إلى زواجها القريب، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أنها تقوم بقطع شجرة الورد علامة على إصابتها بالهموم والمشاكل. حلم الرجل أنه يقوم بقطع شجرة الورد في المنام إشارة إلى تركه الوظيفة والمشاكل في العمل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بقطع شجرة الورد في المنام علامة على المشاكل التي تحدث بينها وبين زوجها. حلم قطع شجرة الورد بشكل عام علامة على المرض والفشل في الحياة. من يرى في منامه أنه يمسك ورد صناعي أهداه أحد الأشخاص له علامة على القلق الشديد الذي يشعر به تجاه ذلك الشخص. حلم المتزوجة أنها تعطي الورد الصناعي لشخص ما علامة على الشك الذي تشعر به تجاه ذلك الشخص ونواياه السيئة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.